عدنا لحضراتكم. انا ما عنديش اعتراض انه حد يتكلم على الاسعار، وما عنديش طبعا اعتراض ليه لسبب واحد بس، انه الموضوع ده في الشارع، ده في الاسواق، ده في السوبر ماركت، ده في البقال. يعني تقريبا انت كل حاجه دلوقتي بتيجي تشتريها انت بتلاقي فيها زياده في الاسعار. اي مواطن هيحصل له كده، في الريف في الحضر هيحصل له كده. والحقيقه في سلعتين فجأة يعني ارتفعوا ارتفاع مبالغ فيه جدا. تقريبا الكيلو كان بستة جنيه وبسبعة جنيه وكنا بنجيبه، وزاد بقى بعشرة جنيه، اتناشر جنيه، خمستاشر جنيه. لكن ان كيلو البصل يوصل لاربعين وخمسة واربعين وخمسين جنيه في مناطق مختلفة، يعني منطقة بقى باربعين ومنطقة بخمسة واربعين ومنطقة بخمسين. انا الحقيقة أنا في المنطقة عندي انا اشتريته امبارح ب 45، مش هقول لحضرتك في المنطقه اللي انا فيها جايبه ب 45، قلت السوبر ماركت بيغلى عليا فهاته من السوق، راح السوق جابه ب 45 برضه، ب 45. فالمساله محتاجه يعني ضبط السوق، لازم نعترف بده. ومش بنقول ده على اساس ان احنا يعني ضد بلدنا، لا خالص. احنا بنتكلم في نقطة الكتير جدا من الناس بدأت انها يعني عايزة مخرج، عايزة حل. وانا بتخيل انه واحنا بنتكلم بقى على الانتخابات الرئاسية والاخره، ان مهمة الرئيس القادم بإذن الله مهمة يعني محتاجينها بصورة اشد في موضوع غلاء الاسعار، في موضوع ضبط السوق. والحقيقه اتمنى ان وزاره التموين تقوم بدورها، خليني بس اقول كده، بتقوم بدورها، لانه في مناطق كتيره جدا انا شايف انه مفيش المسؤول في الحته دي عن المنطقه دي عن الانتاج ده عن السلعه دي مش بيقوم بدوره. فلازم العمليه على بعضها كده يعاد النظر فيها، لانه من مهامنا الرئيسيه انه المواطن اللي هو انا وحضراتكم ومن رئيس الجمهوريه لحد اي حد في الدوله، كل دول مواطنين، كل واحد برتبته، ان هذا المواطن يشعر انه الحاجه اللي بيشتريها تكون في اطارها الطبيعي وبسعرها الطبيعي. في شويه غلا سنه بسيطه مش مشكله، لكن اما الغلا يكون مرتفع بالطريقه دي زي ما حصل مع البصل لا. عم الحاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، يا أستاذ حاتم إزاي حضرتك؟ مساء الفل عليك يا أستاذ جابر وعلى كل السادة المشاهدين وعلى كل متابعيك يا فندم. أنا عيني دمعت من كتر الغلاء بتاع البصل ده. احنا عايزين نرجع بس للورا شوية طبعا. فضل. كلام سيادتك كلام مظبوط 100%. اتفضل. لازم نحافظ على استقرار الأسعار، لازم احنا نقف بجانب المواطن، نقف بجانب الدولة، لأن الدولة مش هتشتغل لوحديها، كل واحد اللي في عليه دور لازم يؤديه كويس، كل واحد ليه عليه التزامات تجاه وطنه وتجاه مواطنين هذه البلد اللي احنا بنعيش فيها لازم يقف. طيب احنا خلينا نرجع شويه، احنا كان عندنا تدني في اسعار البصل في العام السابق واللي قبله ادى للمزارعين واهالينا الفلاحين عزفوا عن زراعه البصل وقللوا المساحات واتجهوا للكمون واليانسون. ليه؟ طن الكمون ب 200,000 جنيه. وطن اليانسون من 140 ل 180,000. ماشي معاك. يطلع ينزل على آليات العرض والطلب. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان قللوا المساحات المزروعه وحصل عندنا زياده في صادراتنا طبعا نتيجه ان الهند كان عندهم فيضان وكل اللي كان بيستهدف سوق الهند وده سوق بينافس زينا كده زي البصل المصري، نفس الاصناف اللي في مصر هي بتزرع في الهند. نفس البصله المصريه ودول بينافسونا، ولكن كان عندهم فيضانات ادت لي طبعا تلف بعض المحصول وهم رسموا. معلش يا استاذ حاتم، يعني معلش الحته اللي فاتت دي بس انا افهمها من حضرتك تاني، يعني اتجاه المزارع للكمون لزراعه الكمون واليانسون هو اللي ادى الى ارتفاع اسعار البصل؟ لا، هم قللوا المساحات ليه وعوضوها في الاصناف الغاليه. اما انا فاهم، يعني هو اتجه للكمون واليانسون فبالتالي قلل المساحه بتاعه البصل، مساحه المزارعه، فبالتالي ارتفع، صح كده؟ الكلام ده
الكلام ده في اول الموسم البصل هذا العام. اللي حصل قله المعروض دخلت طبعا علينا، وكان عندنا زياده صادرات نتيجه زي ما انا ذكرت وقلت ان سوق الهند حصل له فيضان، وكانت الناس بتتجه كل اسواق العالميه اتخذت لمصر، واحنا كنا فرحانين وده شق ايجابي، واحنا بنقول زياده الصادرات شيء مهم كل حاجه. ولكن الدوله حصل احنا كنا لدينا من خلال منبرك ان نرجع عمليات التصدير، صحيح الدوله استجابت، ايوه، وحصل ارجاع لعمليات التصدير 6 شهور، وحصل توازن في الثلاث شهور الاولانيين من اول ارجاع عمليات التصدير، البصل ما ارتفعش عن من 20 ل 25، يبقى 26 يرجع ثاني 23 24 25. ليه؟ كانت الموجود داخل السوق المحلي، أيوة، طبعا موجود بوفره وما كانش عندنا تحركات سعريه للصعود. حصل بقى ان احنا الموسم القديم بيخلص، طبعا اللي هو الموسم اللي هو الاحمر والذهبي اللي هو كان في خزين عند الناس، كل ده خلص، واحنا ابتدينا نبشر في الموسم الجديد اللي احنا كنا معولين عليه واللي هو اسمه موسم البصل المقور. المقوص البصل البيضة، البصل المقور، المقور لغة دارجة لدى الفلاحين ولدى السادة المزارعين اسمه البصل المقور، واحنا عارفينه ده يزرع في محافظة المنيا وبني سويف واكثر محافظات الصعيد بتزرع منه. ولكن هل الكميات هي كافية؟ حصل عندنا بعض تغيرات المناخ اللي أدت لضعف الإنتاجية، يعني الفدان كان بيجيب 10 طن جايب 6 طن جايب 7 طن، مش جايب معدلاته الطبيعية، دي نقطة. النقطة الثانية ان البشائر دلوقتي لسه قليله. طب احنا عندنا هل هتحصل ارتفاعات اكتر من كده؟ أيوة. لا طبعا، لكن ايه اللي هيحصل؟ احنا في انتظار العروه الجديده اللي هي في الفتيله بتاعه التخزين بتاعه محافظات الصعيد وبعد كده بحري، يبقى عندي زياده معروض من هذه المنتجات تحديدا البصل، يبقى عندي اتاحه في الاسواق، تنعكس هذه الاتاحه على الاسعار، تثبت وتنخفض تدريجيا. حد يطلع عليا يقول لي بكام؟ اليات العرض والطلب. لماذا؟ لان احنا ما حدش فينا يقدر يقول بكام من خلال زياده المعروض من الانتاج او ضعف الانتاج. يعني ده مش جشع تاجر يا استاذ حاتم؟ هو فين البصل اصلا يا فندم؟ البصل قديم خلص. هو فين يعني البصل؟ ده مش ناس واخده البصل ده ومخزناه معلش يعني بتتاجر بيه على حساب المواطن؟ ما انا مش يا اخي العزيز يا استاذ جابر، الكلام ده كان في الموسم لما كان بيبقى عنده هو موجود. طب ما هو بيصدر يا فندم، طب ما انت بتصدر. لا مفيش تصدير، ما هو التصدير وقف. تصدير فين؟ انت عندك الحمد لله تم تمديد ارجاء التصدير البصل لثلاث اشهر قادمة. طب ما المفروض ارجع التصدير يبقى السعر ينزل. ما هو فين البصل طيب؟ هو السعر ما نزلش. يعني حضرتك مستني العروه الجديده؟ طب انا اضمن منين؟ ما يمكن اللي داخل برضه يزرع يخش على الكمون واليانسون وهيسيبهم البصل. ما هو لا، ما هو دلوقتي الفلاح المصري لما بيشوف الاسعار في اي منتج بيتجه لزراعتها بكميات كبيره، فاحنا قلنا لابد ان يكون عندنا خطه، وهذه الخطه موجوده وقاعده البيانات موجوده، بس نشتغل عليها يا استاذ جابر. يعني من حيث الانتاج انا بزرع كل منتج قد ايه؟ كل منتج على حده، بستهلك منه قد ايه؟ كل منتج على حده، بصدر منه قد ايه؟ بصنع منه قد ايه؟ انا دي معادله هي لدى الحكومه وموجوده لدى الدوله، ولكن هل احنا بنشتغل عليها؟ ده الفلاح المصري النهارده سوقنا مفتوح، اليات العرض والطلب اللي في الحكومه. بس طيب معلش يا استاذ حاتم، احنا عندنا زياده في معظم المحاصيل دلوقتي، زياده في الارتفاع في الاسعار، ارتفاع الاسعار كبير. انت السنه دي يعني قول لي طيب دلوقتي انا مش انا ما انا بس حضرتك ليه او بسالك انتوا كمسؤولين او كمتابعين عن قرب للسوق ليه؟ استاذ جابر الطماطم النهارده بكام؟ تقريبا ب 12 او ب 15 حاجه كده. لا اسواق التجزئه من 9 جنيه لغايه 10 جنيه. ده انا جايبها ب 13 ب 12 انت جايبها عشان انت بقى عشان انت بينقلها لك ويحطها لك في شنطه ويوصلها لك لغايه البيت. حبيبي يا استاذ حاتم حبيبي ربنا يخليك. فطبعا لو احنا بنتكلم الطماطم كانت بكام؟ من شهر ب 25 و30 تمام صح؟ تمام. وانا طلعت مع حضرتك البطاطس النهارده والخيار كان برضو وصل لمستوى مرتفع. طيب النهارده انا عندي انخفاض في الطماطم، عندي انخفاض في الباذنجان، تمام، عندي انخفاض في الخيار، عندي انخفاض في الفلفل، عندي انخفاض في الملوخيه، في السبانخ، في الكرنب، في الارنبيط، كل دي مواسم شتويه بتأدي زياده المعروض. كل عندي يعني الموضوع هيبقى عرض وطلب برضو بعد ما تتوافر السلع. لا الموسم ده يا فندم، أيوة، للاسف الشديد ان العروه المقوره دي ما بتتصدرش، هي اصلا غير قابله للتصدير، ده ما بتخشش غير على الطهي، تمام، او المصانع بتاخدها تجففها او تعمله مجمد، لان انت النهارده ده ما بيتصدرش خالص، ده مش مطلوب عالميا. لكن الموسم اللي جاي
ان شاء الله. طبعا انت ارجعت عمليات التصدير 3 اشهر ان شاء الله باذن الله. هيوصل كام يا استاذ حاتم متوقع؟ فصل. طيب شكرا استاذ حاتم النجيب نائب رئيس شعبه الخضروات والفاكهه بغرفه القاهره. تدريس اللغه الايطاليه بالمدارس الحكوميه بالمرحله الاعداديه لغه ثانيه اختياريه العام القادم. ده تطور مهم على فكره، انه دايما كانت اللغه الثانيه يا فرنساوي يا انجليزي. دلوقتي احنا الحقيقه انا بشكر وزاره التربيه والتعليم سياده الوزير النهارده الوزير ضحجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني عمل مذكره تفاهم مع سفير دوله ايطاليا بالقاهره. الحقيقه كان يعني الكلام كويس، وتدريس اللغه للطلاب في سن مبكر كافضل كثيرا من تدريسها في سن كبير. استاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم، خطوه مهمه جدا يا استاذ شادي، ربنا يوفقكم فيها يا فندم. اهلا بيك استاذ جابر، تحياتي لحضرتك والاستاذ المشاهدين. في البدايه انا كنت متخيل ان انت هتخش عليا بالايطالي على طول تتكلم بالايطالي. لا لازم نوجه التحيه الاول. الناس بتسال يعني هتمشي الامور ازاي بالنسبه للايطالي بدايه من السنه الجايه ان شاء الله؟ يعني هيبقى في انجليزي طيب. وفرنساوي ايطالي والماني ولا هتبقى ازاي؟ طيب خليني اشرح لحضرتك استاذ جابر. هو يمكن يعني الوزاره اعلنت من نهاية العام الدراسي السابق عن بداية التدريس لغة تانية بشكل اختياري، يعني اختيار ما بين عدد من اللغات بداية من العام الدراسي 2024-2025 هي الصف الأول الإعدادي في المدارس الحكومية. وده طبعا بيأتي في إطار الخطوات المستهدفة لتطوير منظومة التعليم بشكل عام و ايضا اضفاء مهاره جديده للطلاب يقدروا يخرجوا بيها بعد الثانويه العامه، يبقى عندهم مهاره اضافيه ولغه ثانيه. تمام. يعني في هذا من هذا القبيل يعني. فالحقيقه ان يمكن توقيع البروتوكول اللي تم النهارده احنا بيعطي الفرصه ان ادخال اللغه الايطاليه ضمن عدد من اللغات الطالب يقدر يختار ما بينها طبعا مع بدايه العام الدراسي المقبل. وهي اللي هتكون ما بين فرنساوي، ألماني، إيطالي، صيني، ويمكن كمان إنجليزي في بعض المدارس التجريبية اللي بتدرس اللغة الفرنسية. يعني تقريبا هيبقى عندنا 5 لغات يا أستاذ شادي، صح؟ طالب يختار بينهم يعني. فرنساوي، ألماني، إيطالي، صيني. والانجليزي طبعا لبعض المدارس التجريبيه اللي بتدرس باللغه الفرنسيه، ودي عددها 10 مدارس تجريبيه على مستوى الجمهوريه. تمام تمام. فطبعا يعني هو المستهدف زي ما شرحت لحضرتك ان هو طبعا ان لما يكون تعليم لغه ثانيه ابتداء من الصف الاول الاعدادي وتفضل مكمله معاه لحد الصف الثالث الثانوي هيبقى خارج عنده لغه اضافيه. هي حلوه قوي، حلوه قوي فيها بشكل كويس. لا لا حلوه قوي. والحقيقه ان يمكن حتى النهارده كمان في اطار اللقاء اللي تم قبل توقيع البروتوكول السفير الايطالي ابدى استعداد السفاره لدعم تعليم تدريب المعلمين وزياده قدراتهم. حلو قوي. ويبقى في حقائب تدريبيه كمان عشان الله الله وتخش بقى يا ريت بعد كده المدارس الفنيه وتخش على الايطالي بقى. التجربه الرائعه بتاعت الوزاره وبتاعت مؤسسه ابدا والتعليم الفني والتكنولوجيا عموما والدكتور عمرو بصيله والناس الحلوه دي يا استاذ شادي. يعني خليني بس اهنيكم واهني الوزير واهني الحكومة كلها وعن الدولة كلها بالنظام المعتبر اللي معمول في التعليم الفني بجد والله. ربنا يخليك استاذ جابر. هو الحقيقة يمكن يعني احنا الوزارة بتعمل على قدم وساق في كل النواحي عشان خاطر تسعى بأسرع وقت ممكن لتطوير شامل للمنظومة ومواجهة أي تحديات بتواجه المنظومة، واللي يمكن فيها تحديات مزمنة قدرنا إن احنا نتعامل معاها بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت جدا. وجابت نتيجة الحمد لله. ربنا يوفقك فيها. يعني انا خليني بس اقول لحضرتك كمان الطالب هيقدر يعني في نقطه مهمه كمان. أيوة. الطالب ممكن ان هو هيختار مثلا لغه من اللغات مع قبل دخول الدراسه طبعا. تمام. ممكن لو في حاله ان هو لقى نفسه ان هو مش قادر يتماشى مع اللغه ديت يبقى عنده فرصه مثلا مع بدايه الدراسه انه يقدر ينقل للغه ثانيه. عشان خاطر يبقى طبعا بيدرس اللغه بشكل فيه محبب يعني تقبل وفيه طبعا ويكون حابب ان هو يدرس اللغه دي. يكونش بضغط. والحقيقه يمكن هيكون قبلها ان شاء الله في يعني سياده الوزير الدكتور رضا حجازي هيكون هيصدر قرار وزاري منظم للعمليه كلها بشكل كامل قبل بدايه العام الدراسي.
بشكرك استاذ شادي زلطه، وانا مبسوط قوي من ملف التعليم الفني زي ما قلت لحضراتكم، وملف محبب زي ما قال زميلنا العزيز شادي كده، انه الموضوع مش ضغط، لا في مرونه برضو، واكيد الملف ده محتاج الحقيقه حلقات متكامله كده، ممكن نعمل برضو تقرير خارجي عليه، نشوف الدنيا ماشيه ازاي في المدارس ونشوف سياده الوزير. انا مبسوط من سيادة الوزير ونشاطه، والحقيقة والملف بتاع التعليم الفني ده رائع 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 رائع. شكرا للوزير رضا حجازي وكل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، لهم منا كل الشكر والتقدير. معنا بعض الملفات كده الصحفية. النهاردة كان في زميلة، يعني أنا بحب قوي زي ما قلت لحضراتكم مرة واثنين وثلاثة، أحب قوي الصحفيين اللي بيقبلوا على الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه، أنا بحس إنهم بيعملوا مجهود إضافي على المجهود الصحفي الحقيقة التقيل دلوقتي، لأنه ما بقاش المسألة واقفة على واتساب أو بتاع وخبر يجيله أو يجيلها، ولا بقى في دلوقتي الحقيقة في ظل الإنترنت وانتشاره والتلفزيون وانتشاره والآخر، فبالتالي الصحافة خايفة على نفسها لا تتراجع، فبيبقى في جهد مضاعف من جانب الصحفي إنه يبرز لحضراتكم الأخبار بالصورة الأفضل. يعني زميلتنا عبير جمال الصحفية بجريدة الدستور حصلت النهاردة على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، كانت لجنة المناقشة من الدكتور زكريا إبراهيم الدسوقي أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس رئيسا ومشرفا، الدكتورة نشوى سليمان محمد عقل أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشا من الخارج، والدكتورة نرمين أحمد كامل سينجر أستاذ الإعلام المساعد بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بالكلية مناقشا من الداخل، والدكتور محمود محمد عبد الحليم أستاذ مساعد الإذاعة والتلفزيون بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بالكلية مشرفا مشارك، وناقشت الرسالة التي حملت عنوان التأثيرات المختلفة لقنوات اليوتيوب التي يقدمها المؤثرون من الأطفال، تأثير المحتوى الذي يقدم على مواقع اليوتيوب من الأطفال المؤثرين على نظراء من الأطفال. الحقيقة حضراتكم هتشوفوا إن أنا كنت موجود في المناقشة. حقيقة أنا من ضمن الحاجات اللي ببقى حريص عليها لما بيكون الوقت يسمح، إنه أي زميل صحفي بيناقش رسالة ماجستير أو دكتوراه، أي زميل في الصحافة، وأنا بأكد هذا الأمر، أنا من ضمن الحاجات المحببة ليا إن أنا أحضر المناقشة دي، ما عنديش أي مشاكل خالص. أنا بتكلم بقى في أي جورنال في أي مؤسسة، مش تحيز بقدر ما هو إن أنا بروح بستفيد من زميلي الصحفي، حتى وان هو اصغر مني سنا لكن هو اكبر مني في فكره الفهم العام للمناقشه اللي هو بيناقشها، في الفهم العام لنوعيه الدراسه، بالفهم العام للمجال اللي هي او اللي هو عامل فيه الدراسه. النهارده كانت عبير بتتكلم على اليوتيوب وتاثيره على النشء، اليوتيوب وتاثيره على الاسره، يعني بالبلد، يعني عشان بخرج بره الاطار الدراسي اطار التكنوقراطي اللي المفروض، لكن الحقيقه بستفيد كمان من المناقشه، بس استفدت كتير من الدكتوره نرمين احمد كامل سينجر اللي في ثقافه الاطفال بالكليه استاذ مساعد، والدكتوره نشوى سليمان والدكتور محمد والدكتور زكريا ابراهيم، الحقيقه كلهم بيضيفوا لي انا كشخص في المهنه بحاول بقدر الامكان ان انا استوعب ما يحدث في هذا الامر. مبروك لزميلتنا عبير جمال الصحفيه بجريده الدستور، نتمنى لها كل الخير، وان شاء الله باذن الله الفتره القادمه تكون الظروف تسمح تناقش الدكتوراه او تشتغل فيها. ولكل الزملاء ولكل الصحفيين حقيقه بشكرهم شكر جزيل على المهنيه بتاعتهم، وعلى ان هم بيخوضوا مجال اخر اللي هو مجال الدراسه في الجامعه، لانه ده مهم جدا جدا، ويبقوا دكاتره ويبقوا مؤثرين في العمليه التعليميه الصحفيه داخل الجامعات. الف مبروك يا عبير وربنا يوفقك. انا عشان بس الوقت يعني هرب مني كده، فخليني اخد مجموعه شكاوى، قالوا لي ان الوقت مش هيسمح الا بشكوى واحده، انا مجموعه شكاوى عندي، لكن خليني شكوى بشان الكلاب الضاله. في شكوى من سكان مدينه اليوب وتحديدا سكان شارع الملحاني باليوب المحطه. الاهالي اشتكوا من وجود عدد كبير من الكلاب في الشارع، وان الكلاب بدات تشكل خطوره على اولادهم،
وانتشرت عدد من حالات العقر، ليه يعني ان الكلب بيجري ورا بعض الاطفال وبيعورهم وكده. فالحقيقه كان الـ الـ الامر كان صعب جدا. تواصلنا مع مكتب محافظ الأليوبية اللي هو عبد الحميد الهجان، وتحديدا بالاستاذه داليا الصرفي، وبالفعل داليا فؤاد، الاستاذه داليا فؤاد، وبالفعل تم تشكيل لجنه من الطب البيطري للتعامل مع هذه الكلاب على وجه الـ 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 السرعه. الدكتوره امل العسيري وكيل وزاره الطب البيطري، وزي ما انتم شايفين كده المخاطبه اللي على الشاشه، الدكتور علاء حسان والاستاذ سعيد عبد الوهاب بيتكلموا عن انه عملوا محضر. اللي احنا بنتكلم هنا يا فندم، احنا بنتكلم بس عشان ما حدش يتهمنا، احنا بنتكلم على الكلاب الضاله اللي بتهجم على المواطن واللي بتشكل خطر على المواطن. انا ضد تماما عشان ما حدش بس ياخد الكلام عليا والمعنيين بالرفق بالحيوان يقولوا لك ده جابر القربوطي ضد. انا في المنطقه اللي انا فيها في كلاب، المنطقه اللي انا فيها في كلاب، والكلاب بتاكل وبتشرب وبتتعايش مع المواطن عادي جدا، ومفيش كلب بيجري ورا المواطن، ولا في كلب بيجري ورا الاطفال، ولا في كلب. ولو في احنا اول ناس، انا واحد من الناس اللي معني بحقوق الحيوان، انا اول واحد هقف لو في كلب عمل حاجه، او في قطه عملت حاجه، او في اي حيوان في الشارع عمل حاجه في المنطقه اللي انا فيها. فمحدش معلش ياخد الموضوع يقول لك ده بيقتلوا الكلاب. لا، انا بحاول بقدر الامكان انه وزارة هيئة الطب البيطري تتعامل مع هذه الكلاب الضالة التي تعتدي على الإنسان، التي تعتدي على صحة الإنسان. صحة الإنسان مهمة عندنا. فأنا لما كلب يجري ورا طفل ويعضه زي ما بقول بالبلد كده، والطفل يروح، يبقى هنا الموضوع مختلف. هو وخصوصا إنه الطفل ما استفزش الكلب، الكلب هو بيلاقي الطفل بعيد كده يروح جاري وراه، يعني بيسموها كده بالبلدي احيانا بتبقى كلاب مسعور. شكرا استاذه داليا فؤاد، سياده اللواء عبد الحميد الهجان، بنشكر حضرتك شكر جزيل، الدكتور امل العسيري طب البيطري في المحافظه. فالحاجات اللي زي دي زي ما بقول لحضراتكم تاني، احنا مع الامان للحيوان وللبني ادم، لكن لو في مشكله من الحيوان لا، لازم نبلغ ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. التامين الصحي الشامل يستجيب لشكوى احد متابعي البرنامج، وصلتنا شكوى من احد متابعي البرنامج بيقول انه كان تابع للتامين الصحي في بورسعيد من سنه 2019، وبيقول السنه دي اتجوزت وعملت كارنيه منفصل عن والدي، والهيئه نقلتني وحده العلاج الطبيعي، مع العلم اني موجود في وحده العرب من بدايه التامين الصحي، ارجو من سيادتكم ارجعي الى وحده العرب 23. الرد، تواصلنا مع اداره المنتفعين بالتامين الصحي الشامل، تواصلوا مع الحاله وتم حلها، وبالفعل البرنامج تواصل مع الحاله وتاكد حلها. حاجه كده محترمه، يعني احنا كلمنا مع رضا المنتفعين، الدكتور احمد دنكل ربنا يديله الصحه وطوله العمر، والاستاذ رحاب والاستاذ محمود، معلش بقى ما احنا بقينا خبراء بقى في الاسماء، فاحنا يعني ايه بقينا حافظينهم بقى، فهم مشكورين ردوا على زميلنا العزيز او ابننا العزيز او اخونا العزيز في محافظه بورسعيد، وقالوا له تحت امرك الاستاذ محمد الغمراوي. يا استاذ محمد انت كده حضرتك اتنقلت بالطبع او بالطبيعه اللي انت عايزها او بالاطار اللي انت عايزه، ف يعني روح استلم الشكوى بتاعتك او حل الشكوى بتاعتك في هذا الامر، وربنا يوفقك. في معانا خمس ست شكاوي تانيين بس خليكم عشان الوقت كده، وعندنا شكوى بالنسبه للهجره، ومعالي الوزيره استجابت على الاقل لمناقشه الشكوى يعني، وهترد علينا في هذا الامر، فلهم منا كل التقدير. وفي الدكتور حيدر برضه له شكوى عندنا بخصوص، مش شكوى، ليه حاجه عندنا بخصوص الاسكان، برضه هننقلها له باذن الله، ونشوف الدنيا ايه واللي فيه الخير يقدمه ربنا باذن الله. انا بشكر حضراتكم النهارده شكر جزيل، لان المفروض انتقل الى فاصل، ومن الفاصل نروح لتقريرنا النهارده من قريه بشله وقريه بهيده في مركز متغمر محافظه التقهليه، وبنناقش الموضوع الخاص بزياده انتاجيه القمح. ارجوكم استمتعوا معانا بمثل هذه التقارير لانها من الواقع. شوف حضراتكم على كل خير باذن الله بكره الجمعه في الساعه 7 مساء، لكم منا كل التمنيات.